مستخلف الآراء من كل فرية رجائية رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية رجائية رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية فهل تدمع الأيام قوم محمد على نهجه من دون شك ومرية ترقى ولا ليل عندكم فلم أنم حنينا إلى المأمون هذه البريات رجعت وما جئت المدينة راغما وقطعت رأسي تحت أقصى قضياتي مررت بأحباب كرام أمجدنا بلاغوت قد جاءوا بأبا عشياتي جزاهم إلهي كل خير وجاءهما من الله مولى الخلق كل بقياتي وبدد شمل المرتفين وجاءهما على عكس ما راموا كل بنياتي وتكفي سحابي شر قومنا علمتهم يكيدون دين الهاشمي بخلاتي عليك صلاة الله ثم سلام وتعلو على كل البنايات بنياتي عليك صلاة الله ثم سلام وتقبل حجاتي وتقبل مشياتي عليك صلاة الله ثم سلام وترضي أبي الأرض الكريمة سادياتي عليك صلاة الله ثم سلام وتصلح أهلي ثم أهل معياتي عليك صلاة الله ثم سلام وصحبي وأحبابي وأهل وصياتي عليك مع الآل الكرام وصحبي فحقق رجائي قبل يوم منياتي رسول إله وليس يرى غير الرسول سمالا خديم توا في الباب وهو مؤملنا ايابا كريما وهو جير اطالا تساغر عندي غير احمد انني ارجي من الهادي العباد ملالا كريم السجايا واسع الجود ما ترى لطيف كريم قد أجاد مقالا فهبه على مقدار كفك مصطفى برايا عطاء لا يخاف زوالا فهبه على مقدار كفك مصطفى البرايا عطاء لا
يخاف الزوال، ففي كل حي قد خبطت بنعمتنا، وإني كشاس قد أرم نوالا. عليك صلاة الله ثم السلام، وتشمل أصحاب النبي وآلا رسول إله العالمين.